فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي أهلي يشتغلون في جهة حكومية. نعم. يقول: أهلي يشتغلون في جهة حكومية وينتهي دوامهم قبل أذان العصر بعشر دقائق، وعندما أخذهم إلى البيت فمسافة الطريق تصل إلى نصف ساعة، ولا أصل إلى المنزل إلا وقد قضيت صلاة العصر، فما نصيحتكم لي في ذلك؟ صلوا في أقرب مسجد إليكم وأنتم في طريقكم، صلوا في أقرب مسجد إذا عندكم مسجد، إذا ما عندكم مسجد صلوا في الطريق، انزلوا صلوا على حافة الطريق أنت وياهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.